اهلا وسهلا فيكم. اولا قبل ما نبدا باسبوع الحسين بما اننا على ابواب بالاعياد عيد الميلاد المجيد وراس السنه بتمنى للجميع سنه مباركه تكون ناجحه ان شاء الله صحه منيحه سنه 2016 تكون افضل من 2015. اهلا وسهلا فيكم. احنا كاداره مجلس محلي بدي اسال كم نقطتين بنحكي عنهم كاداره مجلس محلي مش رايحين نوفر ولا اي جهد لأهلنا وبياتنا وعموميتنا والجيل الذهبي تبعنا كانوا من ناحية التكسيبين للميزانيات للبناء وكانوا للفعاليات. في أنا هون في مع الأخ ثائر طبعا بمساعدة الأخ أمين والمفتش فؤاد ووائل مش رح نخلي ولا محل غير مطبقه عشان نجيب ميزانيات للجيل الذهبي لبناء المساعدين عندنا. كانوا نبدأ إسا كما في شغلة هون نبدأ مشروع حد القاعة رابطة في الكيسة ميناء في القضايا تبعتهم وكانوا من ناحية البرامج الفعاليات اللي بنقوم فيها. كمان مرة بتمنى لكم سنة جديدة سعيدة صحة نجاح وجل أمام وأهلا وسهلا فيكم. لأنه إحنا صح إنه اليوم إحنا صرنا نادي هون نادي هون ولكن احنا بلد واحد احنا بنضل تقريبا نادي واحد عندنا الاستعداد للمشاركه بكل الفعاليات كان بنادي ولا ذاك. انا بشكر الرئيس مدير المكتب الرفاه لانه عم بقوم بمجهود كل الطلبات اللي طلبناها تقريبا لحد اسا تنفذت خاصه بمشروع الاكل كبداية ل كان بعض نساء يعني اما نتامل انه النساء ما نسالوش نسالوا كمان مره ويكون كمان اكثر فعاليه حتى تشمل الرجال وكل اللي بيستحقوا لهذا الشيء لانه هذا شيء مفيد والكل ما حدا يعني لا سمح الله مخور او جوعان ببيته او الشيء. اما اذا في عمل بالفعل تجاوبكم ظل السنين الماضيه وبعدين احنا نشكر انفسنا على العمل انه هذا واجبنا، احنا بنشتغل عم ناخذ مصاري عم ناخذ معاشات فيها، بس مش مفهوم ضمن مشاركته فبتامل بالفعل شكرا لكم على مجهودكم التام. طبعا كل سنه احنا ملزمين او دائما بنخطط لاسبوع المسن وبنحاول نجيب الافضل لكم. وبشكر طبعا بهي الفرصه الدكتور سويد اللي بس قلت له في عندنا اسبوع المسن قال لي توفرش من اي شبكية ومن الضيق ومن فعاليات ومن هسعة ومن كل هذا صندوق مفتوح فيها. كيف حكى ابو سليم ابو مشيل بالفعل عم تحس انه كل شيء للمسنين في حساسية معينة اعمل وقفش فيها اي شيء معين. فمن هون كمان طبعا نشكره للدكتور سويد على تجاوبه معنا. اليوم احنا يا جماعة اسبوع المسنين بنحاول احنا نعطي كيف بدنا الافضل. والافضل مش دائما احنا بنحاول انه نلاقيه. لانه احنا بندور يا ابو واصف انه نلاقي متطوعين متبرعين من البلد. لكن اذا انا ابن البيعه بيخدم البيعه او هذا الدكتور عم باخذ من البيعه مش اخر السنه 20 شيكل اخر كل شهر فبتخيل انه اذا بيجي بنطي محاضره لاهل البيعه ببلاش مش عم يعمل لي منيحه. فمشان هيك اذا احنا اليوم بندور على هذا الدكتور بنقول له تعال مش عم يعمل لي منيحه. الاستاذ ياسر جبران محامي هسه عنده محاضره بعدين بس بعثوا له تليفون قلت له استاذ ياسر في عندنا محاضره بده ممكن تعمل لي اياها. قال لي تكرم اي ساعه بدك اياها اي يوم بدك اياها. هذه من البيعه موجود بالبيعه رجع عشان البيع في قسم موجودين هون. فاذا احنا بدنا نطلع على 500 شيكل هون وهناك بفكر لحالنا اولاد بلدنا واهل البيعه لازم نتطوع لبلدنا قبل ما نيجي نفكر 500 شيكل. ومع هذا بس جواب قلنا وحكوها حتى اللجان مش انا انه فيش رحله تقدمت لنادي المسنين ما توافقش عليها، قالوا انه حكمه مركزين نوادي المسنين رجال، فمشان هيك لا كل شيء عم نطلع عليه عم نتوافق عليه مش عم بالدار استبطل. كمان فيها شغله فاليوم احنا بالعكس مش مقصرين فيها نهائيا فيها شغله. فمشان هيك كمان شكر للجنه شكر للمجلس الوزاره مش قدام فؤاد بس بالفعل دائما هو يعني مرات كثير بيجوا الامين شو بقول له يا عمي في مجلس لا يعني في مرات هو بيقول لي لقيني بالنادي بس مع الدكتور سويد مشان نفتش الامور الموجوده عندنا. فكمان شكر لفؤاد كان فتش كهيب البلد انه هو عم يهتم بامور النهايه هون.